مرحبا بمشاهدي لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي راديو، مرحبا بكم جديد في حلقة جديدة في زاوية تينو. كما عودناكم نستضيف في كل حلقة باحث أو دكتور من درجة علمية كبرى تتحدث عن الرياضة والمعرفة وحقولها المعرفية. طبيعة الحال اليوم كما جرت العادة زاوية 90 تستضيف الدكتور جمال تسولي، وهو أستاذ بكلية التربية لجامعة محمد الخامس بالرباط، خريج معهد مولاي رشيد. بطبيعة الحال له تجربة في العديد من الرياضات كمؤطر كمسير كمنشط، ثم له تجربة كبيرة كمعيد بدني عسكري في الإمارات العربية. وكما يعني هو معلوم على أن الباحثين دائما تكون عندهم مساهمات وكتابات علمية، وبالتالي فالضيف ديالنا اليوم له في هذا الباب عدة كتابات ومساهمات علمية في المجال الرياضي، خصوصا على مستوى الحكامة وتدبير تكوين الأطر في أفق مواكبة تطور المنظومة الرياضية. أستاذ جمال مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا وشكرا جزيلا على الدعوة. بطبيعة الحال زاوية 90 أستاذ جمال هي دائما تتضيف يعني باحثين من قامة علمية متخصصة في الحديث عن على 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 الرياضة. وقبل ما نهضروا على المحاور اللي غنتكلموا عليهم اليوم واللي هي متعلقة بحكمة تدبير تكوين الأطر في أفق مواكبة تطور المنظومة الرياضية، بغينا أستاذ جمال شيء بشيء يذكر يعني أين وصل اليوم البحث العلمي في المجال الرياضي؟ شكرا جزيلا على السؤال اللي هو صراحة سؤال مهم، خاصة في ظل ما تعرفه المنظومة الرياضية من تطور، وخاصة فيما يخص الرياضة ذات المستوى العالي. لأن اليوم فاش كنتكلموا على رياضة المستوى العالي هي واحد الجانب من الممارسة الرياضية اللي كيتطلب واحد المجموعة ديال العوامل اللي يمكن تأدي من الممارسين الرياضيين أنهم يوصلوا المستوى العالي ويحققوا نتائج رياضية كبيرة، وبما يساهم في الإشعاع للمملكة العزيزة يعني على المستوى سواء الإقليمي القاري أو الدولي. فاليوم لما كنشوفوا على أن الممارسة الرياضية يعني في مجموعة ديال الرياضات لا من ناحية التقنية ولا من ناحية البدنية فتطورت بشكل كبير. الإيقاع مثلا الإيقاع في الرياضات الجماعية هو إيقاع اللي رجع سريع جدا، والنتائج الرياضية سواء من ناحية الرياضات الجماعية أو الفردية ففي المناسبات الكبرى مثلا في بطولة العالم أو في الألعاب الأولمبية يعني إحراز الميدالية كيبقى كيتلعب على بعض التفاصيل الدقيقة. يعني مثلا في ألعاب القوى في 100 متر أو لا في 1500 متر أو لا في مثلا في الرياضة الفردية الأخرى مثل رياضة فنون الحرب يعني أو لا في الرياضات الجماعية، فكيبقى بعض المرات تفاصيل بسيطة اللي هذوك التفاصيل إذا كانت من ناحية التقنية فكتتطلب من مجموعة ديال الوسائل التكنولوجية اللي عالية الدقة، وهذه الوسائل التكنولوجية كيخصهم واحد يعني الناس اللي هما أطر متخصصة في مجموعة ديال العلوم، مثلا العلوم التكنولوجية فيما يخص كل ما يتعلق بالاناليز فيديو ديال الرياضات الجماعية مثلا من ناحية التقنية أو لا من ناحية التكتيكية، يعني فيما يخص الاستراتيجيات ديال اللاعب، فيما يخص الإعداد البدني كاين مجموعة ديال اليوم ديال لي تيست فيزيك اللي كيداروا في المختبرات واللي كيخرجوا لك المستوى ديال اللاعب من الناحيه البدنيه سواء من الناحيه ديال القوه او من الناحيه ديال التحمل او من الناحيه ديال المرونه ديال العضلات. وهادو بعض المسائل اللي في الاصل يعني هذه واحد 20 سنه لما كنا احنا كندرسوا كنتذكر في معهد مولاي رشيد كنا كنقوموا بهذه الاشياء هذه، ولكن كنا كنقوموا بها يعني مثلا كنا كنستعملوا دي تيست دو تيران. هاد لي تيست دو تيران كيعطيك واحد الفكره ولكن ما كيعطيكش فكره دقيقه بالضبط، لان انت كتستعمل واحد التيست كيعطيك واحد المعلومه، هذيك المعلومه الا ما كانتش دقيقه غتوصل للرياضي لواحد المستوى، ولكن باش تربح الميداليه كتولي صعيبه عليك. مثلا تذكر تيست كوبير يعني باغمي لي تيست اللي كانوا تيداروا، ولكن هي بحق كانت نتائج غير دقيقه، وهنا هذا هو السبب الرئيسي اللي استعطتك السؤال ديال البحث العلمي. اذا جاوب او
الفكرة اللي فهمت منها هو أنه البحث العلمي أصبح شيء ضروري اليوم، شيء ضروري للوصول إلى على المراتب. ولكن المشكل هو أن الكل يعترف بأن البحث العلمي هو شيء ضروري، سواء فيما يخص الممارسة الرياضية أو فيما يخص الحكمة والتدبير، يعني النوادي الرياضية والجامعات الرياضية، الكل يعترف بهذا. ولكن لما كنجيو لأرض الواقع، حنا كأساتذة باحثون كنأطروا مجموعة ديال الطلبة سواء في الماستر أو لا في الدكتوراه، فلما كدير أنت مجهود كأستاذ مع الطالب وعندك واحد الإشكالية معينة اللي يمكن تساهم بطريقة أو بأخرى في بإضافة يعني بقيمة مضافة في المنظومة الكروية أو في المنظومة الرياضية بصفة عامة، فلما كتمشي للميدان فكتلقى واحد الصعوبات، كتلقى مثلا على أن يعني الفاعلين في الحقل الرياضي مازال لحد الان ما عندهمش هذه الثقافه ديال البحث العلمي. يعني انت كباحث راه كدير واحد المجهود، ولكن الفاعل الرياضي الا ما ساعدكش واعطاك المعلومات واعطاك الوقت، حنا راه مازال ما وصلناش نطلبوا يعني الدعم المادي باش نقوموا به، حنا راه حنا كناخذوا داك الشيء على عاتقنا ومن جيوبنا وهذا، ولكن وكنطلبوا من الفاعل الرياضي انهم يعطونا غير الوقت ويعطيو قيمه لهذا البحث العلمي، يساهموا معاهم. عطيك مثال، غتشد شحال عندنا من جامعه ملكيه؟ 53 اليوم 53 جامعه ملكيه، ما كاين حتى شي جامعه ملكيه عندها شي نقولوا واحد ديبارتمون ولا خاص بلا ريشيرش ديفلوبمون. كاين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مدخله لا ريشيرش لو ديفلوبمون في لا كوميسيون دو فورماسيون، ولكن ما يمكنلكش ما كاينش فريمون يعني واحد الاستراتيجي اللي واحد استراتيجيه اللي يمكن تكون عندها علاقه مع الاستراتيجيه العامه مثلا للجامعه باش كتكون داك البحث العلمي والنتائج ديالو تكون فعاله وعندها واحد الفاعليه. اذا هذا يعني كمثال بسيط. استاذ جمال، انا تنعتقد على انه اليوم جامعه كره القدم بحكم التطور اللي عرفته اصبح مفروض عليها لان دير واحد وعند ديبارتمون دو ريشيرش، ولكن تنظن وحسب يعني المعطيات، وان هاد لا فورماسيون وهاد لا فورماسيون كونتينيو خصوصا تاع لا ريشيرش سانتيفيك هي اصبحت مساله ملحه على مستوى الاداره التقنيه. طبيعة الحال الإدارة التقنية ديال كل الجامعات خصها تكون على علم وعلى دراية بهذه الأشياء أو لا؟ طبيعة الحال هنا خصنا نفصلوا ما بين جوج الأشياء. عندك الإدارة التقنية والمهام المكلة لها فيما يخص تكوين الرياضيين وتكوين الأطر اللي غادي تقوم على هاد الرياضيين بالتدريب ديالهم والإعداد البدني والمسائل. وكاين الجانب الثاني اللي هو البحث والتطوير ديال المنظومة. احنا نعطيو مثال بسيط، في كره القدم وصلنا لواحد النتيجه معينه اللي هي نصف نهائي كاس العالم. ماشي كل الدول كتوصل ليها. وقبل من كره القدم كانت عندنا واحد الفتره ذهبيه عرفتها مجموعه الرياضات، مثلا العاب القوى، الملاكمه، التنس. اليوم في علم التدبير والحكمه كاين ما يسمى بلي فاكتور كلي دو سوكسي، مفاتيح النجاح. منين كيكون وهذا الشيء اللي يمكن للاوروبيين يعني والدول المتقدمه كديروا، حنا ما كنديروش، هو شيء بسيط. وحنا قمنا بواحد التجربه بسيطه في واحد البحث، اثرنا واحد الطالبه في الماستر، وعندنا بحث في كليه علوم التربيه في هذا الشيء، هذا في هذا الاطار، هذا فيما يخص فريق الفتح الرياضي. إنه من ناحية ديال التنظيم هو واحد الفريق اللي مهيكل وهذا، فاستطعنا اننا نخرجوا بنتائج جيده. ولكن على صعيد يعني الجامعات، مثلا المنتخب وصل نصف نهائي كأس العالم، نتيجة جد إيجابية، فهذاك نموذج اليوم كيخص الجامعة والإدارة التقنية تكون سردات على الأقل واحد مجموعة ديال الباحثين عندهم ألافوا يعني لكاسكيت ديال المتخصص في الميدان ولكاسكيت والقبعة ديال الباحث باش كيشوف اشنو هما العوامل الرئيسيه اللي ادات بالمنتخب في هذا يعني المشوار ديالو، لا سواء في كاس العالم ولا قبل من كاس العالم، لان النتيجه اللي كانت في كاس العالم راه ما يمكنش نربطوها غير بالمقابلات، راه كاين واحد العمل اللي عطاه هذه النتيجه هذا وهذا الاكل هذا. اذا كنديروا لواحد المجموعه ديال
يعني الابحاث والتحليل والمنظومه اللي عطات هذاك النتيجه باش كنخرجوا بواحد التنظير لبعض العوامل الرئيسيه اللي يمكن تخلي اللاعب المغربي يوصل لهذا المستوى العالي. نفس الشيء كان عندنا ابطال في العاب القوى اليوم كنبحثوا على ان واش كاين شي تقارير اللي كتعطينا تقولنا هل العوامل الرئيسيه مثلا اللي خلات القروج يحصل على جوج الميداليات الذهبيه قبل وقبل القروج سعيد عويطه. يعني احنا اليوم عندنا رياضيين تاريخنا الرياضي حافل بالانجازات ولكن المشكل الانجازات هي ماشي انجازات ناتجه على واحد المنظومه سليمه ما غاديش نقولوا منظومه يعني علميه مبنيه على مسائل علميه وتقنيه اللي هي صحيحه. استاذ جمال في حق الحديث خرجنا على محاور النقاش ولكن انت كتحدث وانا جاتني الدين ديالي على داك الحموله التاريخيه ديال المغرب كيطلع لو بوديوم. الا خدينا مثلا سيد عويطه ونامهم توكيل وخدينا الفريق الجيش الملكي في 85 على ما اعتقد هو مجموعه الاحداث الرياضيه اللي عطاتنا واحد الحموله التاريخيه. وهنا غادي نستحضر واحد القرار كان خدا الحسن الثاني على اجبار المؤسسات العموميه باش تحتضن الرياضيين في افق على ان توجد لهم الارضيه ديال الممارسه وان الرياضي ما يبقاش يفكر على انه راه خصو يتخلص خصو باش يعيش في نعم. هاد التجربه هادي اصطدمت بواحد الواقع سياسي وواحد الواقع اخر اقتصادي ولكن اليوم احنا وصلنا ليها اللي هي اللي غتعطينا لا غوفيرنونس والمانجمنت في تكوين الاطر. اشنو يعني واش ممكن تربط لينا بين هذا الحدث مع الواقع الحالي؟ سؤال يعني وجيه. الوغ اللي كاين هو انه هذه كانت يعني المنظومه الكرويه او الرياضيه. احنا بطبيعه الحال كره القدم علاش كنتكلموا كثيرا على كره القدم اولى بعض المرات على العاب القوى ولا لان في كل مجتمع كاين بعض الرياضات اللي كتكون يعني شعبيه وخاصه كره القدم راه شعبيه ديالها يعني شعبيه عالميه وهذا مرتبط بما هو ثقافي. لان اللي كينساو البعض هو انه لما كنتكلموا على الممارسه الرياضيه وخاصة الممارسة الرياضية في المستوى العالي راه ما يمكنلكش يعني تفصلها على المكون الثقافي ديال المجتمع. ومن غير كرة القدم اللي كينساو بعض المغاربة هو انه اللي مهتمين خاصة بالحق الرياضي هو ان المغرب عنده تاريخ وباع كبير في الرياضات ديال فنون الحرب وعندنا ابطال. يمكن على ان يعني وسائل الاتصال والتلفازه ما كتسلطش الاضواء كثيره بحال كما كتسلطها على كره القدم وبعض الرياضات الثانيه ولكن احنا في رياضه فنون الحرب سواء الا خديتي الفول كونتاكت التايكوندو الكاراتيه الكونغ فو وشو راه عندنا ابطال عالميين اللي كيمشيو وكيشاركوا وكيحققوا ميداليات. نرجع لكره القدم. كره القدم كان هذا يعني قرار حكيم من المرحوم المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني وانه كانت مرحله يعني يعني ان ترومبلان يعني دزنا كان عندنا الهوايه وكان هذا مرحله تحضير للمرور الى الاحتراف. لان كان المغفور له كان جلاله الملك الحسن الثاني كان عنده هذا الذكاء ديال تنظير المستقبل وكان عارف بانه راه غادي يجي واحد الوقت اللي كيخصنا نمروا للاحتراف. فكان هذا القرار حكيم انه نحضروا المنظومه الرياضيه والفاعلين الرياضيين انه يوصلوا واحد النهار للاحتراف. وكان عارف على انه باش توصل لواحد المستوى عالي وانك تنافس الدول المتقدمه خاص الرياضي يكون متفرغ تفرغ تام للممارسه الرياضيه. فاخذ هذا القرار هذا كمساعده يعني كان تضامن مجتمعي لان الدوله محتاجه للرياضي ديال المستوى العالي باش كيعطي لنا منين نوى المتوكل سعيد عويطه ربحوا الميداليات. راه ماشي نوى المتوكل بوحدها اللي استفدت، راه المملكه المغربيه اللي استفدت
استفدت لها من الناحيه الاشعاعيه والسياحيه والسياسيه وحتى التمثيليه داخل المنظمات الدوليه اللي كاين الكثير من اليوم في كاس العالم. رجعنا في النتيجه ديال المنتخب في كاس العالم راه كاين يابانيين اللي ما كانوش كيعرفوا ولا شيء على المغرب ولكن لانهم محبين لكره القدم سمعوا بالمملكه المغربيه ولاو اليوم الياباني يشجع حكيمي. شكون كان كيقول على ان واحد نهار غادي يولي لاعب مغربي محبوب عند يابانيين ولا عند يعني مواطنين في كوريا الجنوبيه؟ اذا الرياضه كيمكن تعطيك ما لا يمكن ان تعطيه لك الدبلوماسيه بكل يعني تنظيمها. فاذا بما اننا كنطلبوا من الرياضي انه يبذل داك المجهود ويوصل ويعطينا داك النتيجه اللي كتمشي هي نتيجه كبيره، فعلى الاقل من يعني ناحيه المواطنه والتضامن المجتمعي ان يعني مجموعه من المؤسسات كتحاول انها تسهل هذه الماموريه لهذا الرياضي. ولكن كنرجع وكنقول ان كانت غير فتره انتقاليه من بعد ما يمكنلكش انت منظومه عالميه خاصه في اطار العولمه الجميل مجموعه ديال القطاعات وخاصه القطاع الرياضي يمكنلكش غادي تبقى غادي في هذا النهج هذا، فغتوصل لانك خصك باش تبقى في المنظومه العالميه تطور نفسك وتطور الميكانيزم ديالك الاحتراف. اذا هذه كانت مرحله خولنا فيها للرياضي انه يتفرغ باش يوصل للمستوى العالي. وحتى من ناحيه تكوين الاطر راه كان واحد المجهود كبير فيما يخص تكوين الاطر. كان هنا راه يعني إذا خدينا مثال ألعاب القوى، ألعاب القوى راه النتائج اللي جات كانت بفضل المدير التقني اللي هو السي عزيز دودة. السي عزيز دودة اللي كان معاه كان جاب معاه واحد المجموعة من خريجي معهد مولاي رشيد. ومعهد مولاي رشيد في الأصل لما تم يعني إنشاؤه في أواخر السبعينات وعطى يعني للدفعات الأولى من المخرجين في بداية الثمانينات، فكان الأصل في هذا الشيء ومواكبة هذه الرؤية ديال المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني على أنه هو عارف بأن الرياضي خصو يتفرغ باش يوصل للمستوى العالي وخصو يكون عنده تأطير اللي مبني على أسس علمية. فيخرجوا الأطر اليوم منين كنهضروا على القروج راه كنهضروا على السقادة. السقادة اللي هو خريج ديال معهد مولاي رشيد وكان الجيل اللي كان واحد المجموعه ديال الاطور اللي هما كانوا واكبوا هاد الرياضيين سواء حسو صلاح سواء خالد السكاح سواء حسن بن حسي. شكون اللي كان مواكبها؟ ابراهيم بولامي. ابراهيم حسن بن حسي كان مواكبها الزوج ديالها محسن الشهيبي اللي هو حتى هو خريج ديال معهد مولاي رشيد. اليوم غادي نجيو عاوتاني دائما نربطوا الماضي بالحاضر. غتجي اليوم المدربين اللي موجودين عموتا سعيد شيبا سكيتيوي قبل منه كان طاوسي سكيتيوي يوسف المريني. هاد واحد المجموعه ديال الاسماء اللي خلاو البصمه ديالهم ولكن هما نتاج ماشي غير راه يمكن حنا كنشوفوهم في يعني كما كنقولوا في بون دو توش لا سيغيش سور لو غاتو، ولكن راه واحد كاين واحد المسار علمي وراء ذلك اللي عطى هاد الوجوه هذه اكزاكتومون. لان حتى نشوفوا حنا كنشوفوا المدربين كما قلت في بون دو توش ولكن الحق المعرفي معاه راه جايبو معاه لانه المدرب على بوك او حتى دابا راه كتلقى تيفهم في لا بريباراسيون فيزيك تيفهم في لو مونطامون على الاقل عنده داك التعلمات الاساسيه. دكتور جمال الحديث راه تيدينا يعني اليوم كيف شنو هما الوسائل وانت هضرتي على قبيله على لي فاكتور دو سوكسي. اليوم كيفاش يمكننا نشتغلوا على تكوين الاطر؟ يعني تكوين الاطر في افق اطر من المستوى العالي، لان حنا تنهضروا على لو هو نيفو واخا انا عندي من لو هو نيفو عندي منه تفسيرات اخرى، ولكن خصك الاطر يكون لو هوني. يعني ملي كتهضر على لو بروفيسيوناليزم شنو هما الاشياء اللي كتنقصنا اليوم؟ الشيء اللي كتنقصنا خصوصا ان دابا اليوم موعد المرشد مابقاش غير بوحده ولا مجموعه ديال المعاهد اللي ولات كاين في سطات كاين في سطات قديم كاين في بنو طفيل وكاين في فاس. وبطبيعه الحال نتوما في كليه العلوم التربيه لانه نتوما كتفكروا على اساس انه توجدوا اطر من المستوى العالي في المجال الرياضي، وكاين حسب المعطيات اللي هي مطروحه اليوم على ان مجموعه ديال الجامعات وتتفكر على انها دير معاهد ديال الرياضه. جميل جدا. الوغ هنا الاجابه على هذا السؤال اذا سمحتي لي قبل ما نتكلم على رياضه المستوى العالي نتكلم على المنظومه الرياضيه بصفه عامه في بلادنا. اليوم لما كتكلم على الرياضه الممارسه الرياضيه في المغرب
فالممارسة تطورت. فإلى إلى إلى رجعنا مثلا 21 سنة للوراء، احنا لما كنا كنمارسو كان عندنا يمكن نوعين من الممارسة. كاين الممارسة داخل النادي اللي كيمكن كتخول لك بأنك كتبقى تدرج عبر مجموعة من الفئات حتى كتوصل للفئة ديال الكبار، ومن بعد كتلعب بالمنافسات الرياضية، وهنا كتبقى غادي هنا يمكن كتوصل للمستوى العالي. وكانت ممارسة رياضية في الأحياء الشعبية. الحي الشعبية كانت عندنا هذه الحي، الممارسة في الحي الشعبي كانت هي الأساس ديال الممارسة يعني النخبوية في النوادي. ولكن كان عندنا واحد يعني واحد الجانب إيجابي اللي كانوا في الأحياء، كان ما كاينش شي حي ما فيهش على الأقل واحد جوج أو ثلاثة المساحات كبيرة اللي يمكن تلعب فيها أنت كطفل في ذاك الحي. اليوم ما كاينش هاد الإمكانية هذه. إذن تطورت الأمور ودفعت على أن اليوم الدولة، اليوم عندنا الدستور اللي كيخلي أن الرياضة رجعت حق، حق دستوري حق، وأن كل مواطنين خصهم يمارسوا الرياضة، وأن باش أنك تعطي هذا الحق هذا شنو كيخصك؟ كيخصك ثلاثة الأشياء. كيخصك ملعب، كيخصك مؤطر وكيخصك واحد المجموعه ديال الاليات اللي يعني كنسميوها يعني كيتسموا لي فونكسيون دو سوبور، يعني هادو اللي غادي يواكبوا هاد الفاعلين الرئيسيين. فهاد الممارسه اليوم كاين ممارسه، كاين مجموعه المواطنين اللي كيمارسوا الرياضه يعني بشكل اللي هو حر، يعني ماشي في النوادي، ممارسين للرياضه فرديه، كيمشي اليوم يمشي للكورنيش، غيمشي للملاعب القرب، غادي يمارس الرياضه. علاش؟ لان كيوصل المواطن المغربي وعى بان الرياضه راه كتحافظ له على الصحه ديال دونك لا سونتي ديال المواطن المغربي. الرياضه ولات ان مويان دو بروموسيون دو لا سونتي بوبليك. هذه وحده. جوج، الرياضه اليوم رجعت كتساهم في الناتج الوطني الخام، في البي بي في البي بي. وخا اليوم مازال ما وصلناش لذاك المستوى ديال الدول المتقدمه، ولكن رحنا مرينا من 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 0.3% اليوم رحنا في 0.7% فوار ميم 0.8% مع هاد الاورغانيزاسيون ان شاء الله ديال لاكوب دي مون. اكزاكتومون، يعني 0.5% 0.5 واحد المويه ديال ليفولوسيون ديال لا كرواسونس. اذا هذا مهم، إضافة على أن اليوم عندنا القطاع الخاص اللي بدأ يستثمر في الرياضة. كتشوف نوادي كبيرة نتاع الفيتنس والأيروبيك اللي ولات كتستثمر يعني مبالغ ضخمة. يعني كاين النوادي اللي كنعرفها استثمرت حتى 40 مليون 50 مليون ديال الدرهم باش كتبني نادي بكل مواصفات عالمية، يعني في لا بيسين، في مواصفات عالمية، في لا سال دو ان. علاش؟ المستثمر انت كتعرف بانك يقول لك راس المال راه جبل، راه ما يمكنلكش يحط لك 40 اولا 50 مليون ديال الدرهم في واحد وما عارفش بان راه كاينه واحد طلب. اذا هو عارف بانه راه كاين طلب على هذا. مزيان. اذا اليوم اضافه الى ما نعرفه تقليديا اللي هي الممارسه النخبويه اللي كتوصل للمستوى العالي، فهنا نرجعوا لتكوين الأطر. المفروض على أن كل الفاعلين الرياضيين وفاعلين يعني المؤسسات العمومية أنهم يساهموا في تكوين الأطر، لأن اليوم خص مؤسسات تواكب هذا التطور. عندك الرياضة من أجل يعني الصحة المواطن، الرياضة من أجل يعني تنشيط في الأحياء قرب من المواطن، الرياضة من أجل يعني إدماج الفئات الصعبة في المنظومة الرياضية، والرياضة في جانبها يعني النخبوي اللي كيعطيك حتى تأثير اقتصادي على الدولة بصفة عامة. إذا اليوم هاد المؤسسات نتاع تكوين الأطر خاصها تخرج لنا ناس اللي يكونوا يستطيعوا على أنهم يندمجوا ويجاوبوا على هاد الحاجيات المتعددة. هاد الأشياء هذه يعني المفروض على أنها تكون استراتيجية، لأن اليوم إذا مشينا للجانب القانوني فلا في الدستور ولا إلا خدينا الوثائق المرجعية. الوثيقة الأولى هي الدستور،
اسمح لي استاذ جمال هذه المساله هذه باش نطرو غير نطرو السؤال. الدستور اليوم الدستور 2011 يعني تيجي مورا القانون 3300 كاين القانون ديال 67 القانون ديال 0767 وكاين قانون الاطار ديال التربيه والتعليم 17 وكاين الرساله الملكيه. سمح لي انا مش هرب لي الرقم ولكن الرساله الملكيه وكاين 3300 عاد كيجي الدستور ولكن غنمشيو في النقاش هذا ديال الدستور يعني غير باش نعرفوا بانه الدستور علاش تكلمت على الدستور. الدستور كيتكلم في الفصلين 26 وفي الفصلين 30 على شيئين اثنين. اولا هو ان دور الدولة والمؤسسات العمومية إضافة إلى الجماعات الترابية في تأطير ومواكبة ومراقبة يعني جميع الفاعلين من أجل النهوض بالرياضة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو أن المؤسسات العمومية في الفصل 30 كحت الدستور على المؤسسات العمومية كلها أنها تيسر بالوسائل المتاحة يعني لجميع المواطنين الحق فاش مجموعة هذه الأشياء منهم التكوين والتربية البدنية. فهادو يعني اليوم لما كنتكلموا كنقولوا إحنا كأساتذة باحثين أن المؤسسات الخاصة بالتكوين لازم عليها أنها تخرج لنا أطور من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين. احنا ماشي كنجيبوها من عندنا، راه حق دستوري راه موجودة في الدستور. المسألة الثانية هو أن جلالة الملك في المناظرة ديال الصخيرات كما قلت الرؤية الاستراتيجية أعطت العاملين الأساسيين. فالعامل الأساسي الأول هو أن المغرب خصو يكون يعني بلد معروف بالثقافة الرياضية والممارسة الرياضية. والعامل الثاني هو أن المغرب خصو يكون عنده مجموعة رياضيين اللي يوصلوا للمستوى العالي. إذا عندك رؤية جات في الأشغال المناظرة ديال 2008، عندك من بعد منها جات القانون 3009. هنا القانون 3009 جاء في واحد الظروف معينة يمكنش ندخلوا في التفاصيل، ولكن القانون 3009 في بعض الفصول كيحدد شكون هما هاد الأطور الرياضية اللي خاصها تكون تشتغل وشكون هما المؤسسات اللي متكلفة بالتأطير ديال هاد والتكوين ديال هاد الأطور. فلما كنقولوا الأطور شكون هما فحدد مجموعة ديال الفاعلين في الحقل الرياضي وتكلم على الأطور الرياضية اللي هما أساتذة التربية البدنية والمدربون اللي كتدخل فيها يعني المدربون ديال الفروق والمعدين البدنيين. فهادو كاين ثلاثة الأنواع ديال المؤسسات اللي كتأطر هاد الأطور هذه. فكاين المؤسسة الأولى هي المؤسسات معهد مولاي رشيد، فهذه كتخرج متخصصين في التدريب الرياضي. وهادو يعني في القانون 3009 هاد الخريجين ديال معهد مولاي رشيد فعندهم الحق يعني بالفصول ديال القانون 3009 يشتغلوا في مجال التدريب في النوادي وليس لهم الحق على انهم يشتغلوا كاساتذه التربيه البدنيه. غادي نجيو لمن يشتغل استاذا التربيه البدنيه. فالقانون فصلنا وقال حدد لنا وقال لنا على ان خريجين ديال مدارس ديال العليا لي زانيس وخريجين ديال مراكز الجهويه التكوين لي سيغيمف هما الوحيدين. زيد عليها من يشتغل اضافه الى خريجي معهد مولاي رشيد في التدريب. وهذه اللي يمكن انا كنقول يمكن واحد النقطه اللي خلقات واحد عدم التوازن في الفلسفه التكوين هي لما كتوضع مثلا خريج معهد مولاي رشيد اللي عنده واحد التكوين اللي على الاقل دام ما بين 3 سنين لهاد الخريجين الجداد وما بين 4 سنين للخريجين القدام مع لي سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون سماهم يعني شهادات الكفاءه المهنيه اللي شكون اللي كتعطيهم الجامعات
وفي القانون 30/2009 يعني من بين المهام المخولة للجامعات من طرف الدولة هي تكوين في كل يعني شو ملي كنسميهم لي ديبلوم فيدرال لي ديبلوم فيدرو فيدرو هادو لي ديبلوم فيدرو. دابا المشكل اللي كاين هو ان الجامعات اصلا مدبله الوضع بالقانون. لما القانون تكلم على لي سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل فهذا يعني واحد كما نقولوا جبنا واحد تطبيق حرفي للقانون الفرنسي. ولكن القانون الفرنسي لما كيتكلم لك على السيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون بروفيسيونيل راه عندهم واحد الشيء سميتو لو ريجستر ناسيونال دي كاليفيكاسيون بروفيسيونيل. حنا ما عندناش هذا لو ريجستر هذا. ومنين كتمشي تبحث في لو ريجستر كتلقى واحد المجموعه ديال الضوابط اللي مثلا على الاقل باش تاخذ ان سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون مثلا في الالبينيزم ولا في سبور نوتيك راه خصك اقل اضعف الايمان 6 شهور ديال 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 التكوين فوار ميم كاين سنه ديال التكوين باش عادي يولي عندك الحق انك تدرب. حنا اليوم خدينا القانون من فرنسا. كاين فرنسا كتقول لك على ان ما يمكنلكش تدرب الا ما عندكش ديبلوم ديال الدوله. حنا في المغرب ما كايناش هذه القضيه هذه. يعني كنوضعوا او ميم بي ديغاليتي ديبلوم يعني ديال الدوله مع سيرتيفيكا اللي بعض المرات في بعض الجامعات ما غنعممش ولكن في بعض الجامعات يمكن الشخص يجي يدير واحد التدريب ديال يومين وياخذ واحد لاتيستاسيون وكيمشي يشتغل. وهذا الشيء خطير. وانا كنت شاهد عليه. انا نعطيك المثال. انا اشتغلت كثير في هذه النوادي اللي ولاو ديال الايروبيك والفيتنس. كنت اشتغلت كمدير رياضي وكانوا عندنا مدربين كيجيو حتى بطبيعة الحال النادي عندك ناس خصهم تأطير والخريجين ديال معهد مونير رشيد مع الخريجين اللي كانوا انا كنتكلم يعني من سنه 2010 2011 2012 كانوا الخريجين اللي متكونين تكوين يعني اكاديمي علمي كانوا قلال وما كيجيوش لهذوك النوادي كيمشيو يشتغلوا في مجموعه ديال يعني اما في وزاره الشباب والرياضه او لا في كاساتذه ديال التربيه البدنيه من بعد ما كيدخلوا للسي ار ام اف كياخذوا لا كاليفيكاسيون وكيمشيو يخدموا. كنا كنضطروا لان كنشغلوا معنا ناس اللي عندهم هاد لي سيرتيفيكا مضطر كما كيقولوا مضطر الاخاك لا بطل. ولكن انا شهدت على انه كاين بعض المدربين اللي كانوا سبب في ان بعض الزبائن ديال هاد النوادي وقعوا لهم مشاكل صحيه ويمكن عقدوهم كاع ما بقاوش كيتدربوا وخلاو لهم فكره. انا حضرت على زبون اللي جا ان بروبليم ديغني ديسكال كان غيتشلل فيها. علاش؟ لان المدرب كان من المدربين ديال حمل الاثقال اللي ما عندوش فكره على الاناتومي ديال الانسان ما كيعرفش يفرق ما بين وهي الاناتومي واحد الحق المعرفي اللي كان ضروري في معهد المناشد طبيعه الحال اللي هادو حقول معرفيه اللي كيتدرسوا اليوم. الحمد لله كنرجع للاستراتيجيه. اليوم الحمد لله كاين مجموعه ديال انا تكلمت على القانون وعلى اللي يمكن الهفوات اللي كاينه في القانون وأن اليوم حتى في القانون بما من غير الهفوات في الصياغة ديال القانون كاين عاوتاني مشكل في تطبيق القانون حد ذاته. وأن كاين اليوم نادي راه ما يمكنلوش ياخذ يعني كنهضروا على لي زانومالي دابا لان خصنا نتكلموا على ليطا دي ليو باش من بعد نتكلموا على الدياغنوستيك ابار نشوفوا اللي كاين. انا اللي كباحث المهمة ديالي هو انني نشوف شنو هما المشاكل اللي كيعاني منهم المجال الرياضي في مجموعه ديال الاشكاليات وكنحاول نطرحهم بصيغه علميه اللي ما عندهاش علاقه بالشخص ديالي ولكن باش نطوروا منه مساهمه في تطوير المنظومه. وهذا هو اللي غادي يجرنا وفي حق راه مشينا في لو فيل. هو هذاك السي جمال هو دابا اليوم هضرنا قبيله على كياخذ اتيستاسيون. ولكن اليوم في تطوير المنظومه او الحكامه يعني ديال الحكامه ديال تطوير الاطر ما تتشوفش على انه اليوم اصبح الامر مليح على اعداد يعني دي ديبلوم سيرتيفي من الوزاره باغ اكزومبل. كاين واحد تنديروا واحد لا كونفونسيون اونتر لا فيدراسيون لا توتيل وكنخرجوا دي اتيستاسيون اللي هما سيرتيفي بحال ان سورت دو كاليفيكاسيون.
حتى في القانون، القانون علاش جيتك علاش هضرت لك على التطبيق ديال القانون، حتى في الفصول ديال القانون 30-09 كتفرض في الشارع الشرع كاين الفصل اللي كيحدد بان راه كاين ديبلوم، لان اليوم ما يمكنناش غادي نقولوا على ان راه خاص اللي يشتغل في الحق الرياضي غير اللي خريج ديال المعاهد العليا والجامعات، لان اليوم عندك واحد النسبه كبيره ديال الممارسين ديال الرياضي ومنهم ممارسين ديال النخبه المستوى العالي اللي ما عندهمش واحد المستوى دراسي اللي يخول لهم انهم يكون عندهم الاجازه او الماستر او لا. اذا ما يمكنناش حنا نخليوهم، خصنا نستافدوا منهم، خصنا نستافدوا من التجربه ديالهم. فالفصل 49 في 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 القانون 30 وحتى مرسوم تطبيقي في الفصل 17 كيذكر لنا ما يسمى لو بروفي ديتا. هاد لو بروفي ديتا علاش الدوله علاش القانون تكلم عليه؟ لان هذا هو موجه لهاد الفئه هذه اللي عندها واحد التجربه معينه كتجيب التجربه ديالها ومع هاد مولاي رشيد اليوم عندهم لو بروفي ديتا ديدوكاتور سبورتيف اللي يمكن لهم يحاولوا انهم يكونوا هذا النوع من الممارسين الرياضيين باش تولي عندهم هذه المعارف الاكاديميه والعلميه باش لما كيشتغلوا مع الاطفال ولا مع المواطنين فكيشتغلوا عن درايه اللي هي علميه اضافه الى التجربه. المشكل هو انه في الفصل كيذكر على ان هذا البروفي ديتا خاصو يكون يعني خارج واحد المرسوم يعني اللي كيحدد حدد المواصفات ولا البروسيدور ولا ديال هذا البروفي ديتا. حنا لا لوا كانت في 2010 لحد أيوة الان مازال كاينش المرسوم اللي كيهضر لو ديبارتمون شارجي دو سبور مازال ما خرجوش. علاش اليوم مع مولاي رشيد راه كاين في بعض كاين واحد المبادرات كاين واحد المبادرات من بعض الجامعات بحال جامعه كره القدم بحال جامعه التنس جامعه الملكيه المغربيه للسباحه اللي مشاو في هذه القضيه ديال لي بروفي بروفي ديتا. ولكن انت كدوله خصك تعطي قيمه لهذا الدبلوم ولا هذاك كتفرضوا كتفرضوا وكتفرضوا كتفرضوا بمرسوم وكتفرضوا بمرسوم قانوني بمرسوم يعني كواحد نص قانوني اللي تيخلي على داك المؤسسات تتعامل معاه وتطبقوا لانها فروض. والمساله راه سهله ماشي مساله صعيبه. انت اليوم كوزاره مسؤوله على الرياضه عندك اون ديريكسيون دي سبور هذيك لا ديريكسيون كتعامل مع مجموعه ديال الجامعات فيما يخص داك الهدف. هذا سي جمال راه فيه نقاش ديال المديريه ديال الرياضه راه فيه نقاش لانه التغيير الحكومي الاخير اعطانا واحد التصور جديد ديال المديريه المسؤوله على الرياضه وخلا دابا مجموعه الجامعات كتخبط في مشاكل كثيره ما غاديش ندخلوا فيها لانه الوقت يداهمنا. في حق الدكتور جمال الحديث معك شيق وقيل خصنا نهار باش نكملوا ولكن اليوم باش نختموا المحور الاخر هو ديال النموذج التنموي. النموذج التنموي جاوا في واحد الفتره يعني انتقاليه وتزامن مع لا كوب دي مون ديال 2030 اللي النموذج التنموي نقولوا على انه بحال واحد الارضيه للوصول الى انجاح هذه المحطه لانها محطه مهمه كما هضرنا عليها قبيله. وتهضر النموذج التنموي وفي مجال يعني او في لو سيكتور سبورتيف لان الاطر لي كادر سبورتيف راه هما العمود الفقري ديال تطوير الرياضه طبيعه الحال. الوغ بعدا في النموذج التنموي كنموذج استراتيجي هو كل مبني على تطوير راس المال البشري والراس المال البشري في جميع القطاعات هو يعني الناس الفاعلين المشتغلين في ذاك يعني القطاع الرياضي. اعطاه النموذج التنموي واحد المكانه استراتيجيه كرافعه للتنميه الاقتصاديه والمجتمعيه وكوسيله يعني للتربيه المجموعه ديال الاطفال المغاربه على مبادئ المواطنه ومبادئ يعني مجموعه من المبادئ اللي هي مبادئ الدوله المغربيه. فاليوم هاد الأطور هادو إلى بغينا أننا نواكبوا النموذج التنموي فيجب على مجموع الفاعلين ابتداء من الدولة عن طريق يعني لو ديبارتمون دو سبور في شخص لا ديريكسيون دي سبور على أنها اليوم أنها تكون عندها واحد العلاقة ديال التعاون مع الجامعات الرياضية. وأنا قلت لك أنه الحل هو أنه اليوم خاصها تفرض في إطار العقدة ديال الأهداف وفي يعني التمويل اللي كتعطي للجامعات على أن على الأقل
في كل جامعة أنها في التكوينات اللي كت اللي كت وأنا كان مؤخرا في السنة الماضية كنت قمت بواحد البحث على تدبير التكوين في الجامعات الرياضية، والنتائج اللي خرجنا بهم هما نتائج اللي هي كتعيق التطور ديال تكوين الأطر. لأن اليوم لما كتجي تشوف الجامعات الملكية كلها عندها يعني تكوينات، ولكن هذه التكوينات ما كتجيش في إطار استراتيجي لتلبية الحاجيات ديال الممارسة الرياضية فيما يخص تكوين الأطر. لأن أنت مثلا في رياضة كرة السلة أو في كرة القدم أو في التايكوندو، المدرب اللي غادي يدرب هذوك الممارسين خصك انت كجامعه تكون عندك فكره على داك لو بروفيل ديال داك المدرب، شنو هما الكفاءات اللي خصهم يكونوا عنده، شنو هما المعارف اللي خصهم يكونوا عنده، شنو هي الفئه العمريه اللي يصلح لهذاك الشخص، شنو هي التجربه اللي غادي تكون عنده، وعلى حسب هذوك المعارف انت كتصنفوا في مجموعه ديال المستويات. في كل مستوى خصو يكون عنده واحد التكوين معين في واحد المده معينه اللي ماشي يومين ولا 3 ايام، خص يكون واحد واحد التكوين اللي هو دو باز ويكون تكوين مستمر. نعطيك مثال، كنت دوزت انا واحد التكوين فيما يخص التسيير وتدريب في هذا المجال ديال الفيتنس مع واحد الجمعيه امريكيه لما كنت في الامارات. هذاك السيرتيفيكا دوزناه على 6 شهور وكيديروا لك واحد الامتحان في الاول كيتسمى لا فاليداسيون دي زاكي باش كيعرفوا شنو هما واش ممكن عندك لي بريغوكي باش تدخل لا استراتيجيه ولا هكا دايره. ومن بعد 6 شهور في ظرف 6 شهور كيعطيوك السيرتيفيكا وكيقول لك هذا السيرتيفيكا راه صالحه غير مده سنتين، خصك عاود تجدد، راه خصك عاود تحضر لا ميزاجور. لا ميزاجور علاش؟ لان الامور كتطور. حنا تكلمنا على المدرب هذه 30 سنه راه ماشي هو المدرب ديال ودي ذلك. غادي ناكد لك هضرتك سي جمال، هو ان كاين مراكز ديال التكوين اليوم في الامارات اللي تخدم بهذه الاستراتيجيه. طبيعه الحال مركز العلوم الرياضيه تخدم بهذه الاستراتيجيه، منها حتى الذكاء الاصطناعي شيف كورفاش. انا غير باش نختموا سي جمال بسرعه لانه في حقك الموضوع كيجبني الموضوع اليوم في اعتقادك الشخصي، هل خصنا مازال خصنا نشتغلوا على تكوين الاطر بشكل كبير لانه الواقع غير صالح لذلك؟ شوف باختصار يمكنني غنختصر لك المشهد في جملتين. اولا كاين، ما غنكونوش عدميين ونقولوا راه ما كاينش مجهودات، كاين مجهودات كبيره بالنسبه لتكوين الاطر، ولكن هذه المجهودات كتبقى مجهودات اللي ما مأطراش بطريقه علميه. نهار كان بغيون أطراء بطريقة علمية كمشيون نجيبوا واحد من فرنسا ولا من إنجلترا باش يجي يأطر لنا الأطر ديالنا ديال المغرب، وهذا الشيء ما يمكنش. إن كما قلت لك راه لا بيرفورمانس سبورتيف ولا لا براتيك سبورتيف راه فيها اون كومبوزونت كولتوريل، راه ما يمكنش الإنجليزي ولا الأمريكي. وحنا اشتغلنا مع الأمريكيين راه كنعرفوا بلي راه كاين فرق. اليوم خصنا واحد الإرادة من جميع الفاعلين السياسيين أننا هاد تكوين الأطر يولي هو يعني واحد الورش استراتيجي في تطوير المنظومة الرياضية لتلبية حاجيتها، خاصة وحنا مقبلين على 2030 باش غادي ننظموا كأس العالم، وعندنا واخا هما شركاء ولكن في نفس الوقت راه هما شركاء وهما منافسين. لان غايتنظموا مقابلات في اسبانيا ومقابلات في المغرب، ما نبغيوش على ان المقابلات ديال اسبانيا يكون احسن، يكونوا في الفاعليه ديالهم احسن من المقابلات اللي غايتنظموا. وحنا كنغيروا على بلادنا، حنا اليوم عندنا اطر اللي كيتكونوا، ولكن لو ان تزيدنا الدوله دعم وخاصه الفاعلين الرياضيين يفتحوا اليد ديالهم لهاد الاساتذه الباحثين في مجموعه ديال المجالات اللي في مجموعه ديال المؤسسات، سواء معهد مويرشيد، كليه علوم التربيه، معهد علوم الرياضه في سطات، معهد المهن الرياضيه في قنيطره، انهم يدخلوا بطريقه يعني جماعيه في واحد الورش ويكون مبني على قواعد. اليوم راه باش كتكون اطر راه عندك قواعد في الحكمه، عندك قواعد في التدبير ديال داك التكوين، وعندك عاوتاني واحد الشيء كسميوه مبادئ هندسه التكوين. راه منين لانجينيوري دو لا فورماسيون راه حتى هو علم قائم بذاته، هو اللي كيخلي لك على انك كتكون واحد المجموعه ديال الفاعلين باش كيكون عندهم هذوك الكفاءات يعني لي كومبيتونس كي كوريسبون او بوزوان دو مارشي. سينو الا بقينا غاديين يعني
كما قلت راه التكوينات كاينين موجودين، ولكن كاين مبادرات اللي هي شخصيه ماشي مؤسساتيه. يعني كنجيو على ان المنتوج او لو برودوي ديالنا خصو بزاف ديال الحوايج. سي جمال شكرا بزاف، مرحبا، وفي حق اللقاء معك شيق كالعاده. يعني الحمد لله الضيوف تيكونوا في مستوى كبير، وكنشكرك على المساهمه ديالك، وكنتمنى على ان نديروا حلقه ان شاء الله من بعد. مرحبا، في مقاربات اخرى مرتبطه بطبيعه الحال في التدبير والحكمه ديال الرياضه. شكرا بزاف على تلبيه الدعوه. شكرا لكم على الدعوه، ونتمنوا على ان المنظومه الرياضيه ديال بلادنا وبلادنا انها تتطور، وحنا ما حنا كنتكلموا وكنجاهدوا باش ان غير على الوطن ديالنا غير على الوطن. اذا شكرا للدكتور جمال. إذا نضرب موعد إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله مشاهدي قناة لو دي جي ومستمعي راديو لو دي جي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ومع ضيف جديد.